منظومة كورنيت للصواريخ المضادة للدروع والدبابات هي روسية الصنع، يتراوح مداها بين 150 متراً وعشرة كيلومترات، ذات رؤوس مزدوجة جوفاء تخترق هياكل المدرعات التي يتراوح سمكها ما بين 110 إلى 130 سنتيمتراً. مزودة بكمية كبيرة من المتفجرات يصل وزنها إلى 7 كيلوغرامات، تتميز بالدقة العالية في إصابة أهدافها وتنفيذ عمليات إطلاق متزامنة لأكثر من صاروخ. هي أيضاً مزودة بنظام تعقب ما يجعل تحديد الأهداف أمراً محسوماً. يوجه الصاروخ بأشعة الليزر بشكل نصف أوتوماتيكي، ويتميز بقدرته على تجاوز أجهزة التشويش، ما يجعل إمكانية تعطيل مساره أمراً صعباً. تنظر إسرائيل بخطورة بالغة لصواريخ الكورنيت لأنها مضادة للدروع والتحصينات، تحمل رأساً شديد الانفجار وقدرة اختراق تدميرية، وتعد من أعتى الأسلحة استعمالاً لدى المقاومة الفلسطينية، بالإضافة إلى أسلحة أخرى.